فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما نصيحتكم وفقكم الله لمن يعمل في مجال مختلط بين الرجال والنساء ويقول إن كل إنسان يؤدي عمله ويحترم الآخر وأن عنده قوة إيمانية تمنعه من الأمور المحرمة؟ هذا يعصم نفسه، هو ما يعصم نفسه. الإنسان عرضة للخطأ، فيبتعد عن مواطن الشر ومواطن الريبة، ولا يقول أنا ثقة وأنا ما أتأثر وأنا ما يجوز له هذا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.